مشيتي عند العائله ديالك ولا مشيتي باغي تاكل في الزنقه وبانوا لك هذيك المراه اللي كطيب عند الضفران، اياك ثم اياك تاكل من عندها. دراسات علميه اثبتت ان الدريات اللي عندهم الضفران وكيطيبوا كيوكلوا دوك الناس تسمم الله يسر، يقدر يوصل لثلاث شوكان. وكنا عارفين بلي الوسخ ديال الضفران كيقدر انه يبقى في المعده ويخرج على خيوطه ويدير تلوث تما ويدير شي مشكله اللي هي صعيبه على الصحه ديال الانسان اللي غادي ياكل هذاك الماكله كيف ما كان النوع ديالها. اللي كدير الضفران راه فهي معفونه، كتجر الاوساخ والجراثيم في الضفار ديالها، لان الضفران لو كان عندك غير شويه كتلاحظوا بان كيجر بزاف ديال الاوساخ، فما بالك هي طيب وتغسل داك الشيء والو. ردوا بالكم واياك ثم اياك تاكل ماكله طيبشها وحده عندها الضفران، لان الضفران كيديروا تسممات خطيره على مستوى المعده وكذلك بزاف ديال الامور. رد بالك وزيد بحث في هذا الموضوع هذا وعرف شنو كتاكل. رساله واضحه ان شاء الله.